إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إخواني أخواتي أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان عندنا هاد البيترا عجانة كهربائية. المشكل اللي كاين فيها إخواني تدور، ولكن عندها هنا واحد لوجو كبير في هاد الراس هذا اللي تيعجن، ولا في تيلعب بزاف، ولا هبط، ولا تيقيس لينا حتى فداك البانيو. إذا خليكم معايا إخواني، اليوم غادي نشوفوا الطريقة باش يمكن لينا نصلحوا هذا العطب هذا إن شاء الله. إذا إخواني كيف ما سبقت الإشارة، المشكل كاين عندنا في هذا البيتران هذا، في هذا الراس هذا، ولا في واحد لوجو اللي هو كبير. إذا غادي نشوفوا المشكل فين كاين بالضبط إن شاء الله. غادي نحاول أنني نحل هذا البيتران من هنايا ونقلبوا باش يبان لكم بصوره اوضح. هذا باش يبان لكم بصوره اوضح اشنو وقع هنا اخواني. اذا تنحاول اخواني في قناه الكترونيات سيمو انني نشرح لكم كل شيء يعني بوضوح، ما نخزن عليكم حتى شي حاجه اخواني اخواتي، باش تعرفوا يعني حتى الانسان الا كان باغي يصاوب شي حاجه في المنزل ديالو تيتتبع هذه الطريقه وتتبع الفيديو وحده وحده وتوصل للنتيجه الحمد لله. لذا اخواني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، يعني عاونوا القناه ودعموني باش دائما يعني نزيدوا القدام، لان بكم اخواني باش يمكن لنا نزيدوا القدام. وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش الناس تستفد كاملين، يعني كل شيء يستفد، داكشي اللي بغينا الهدف ديالنا هو الناس تستفد. واشتركوا في القناه اخواني ومرحبا بكم، القناه راه القناه ديالكم. اذا كل ما غادي نقوموا به اخواني ان شاء الله غادي نحاولوا، انتم لاحظوا بان هذا راه في واحد لوجو كبير، غادي نحاول انني نفتح هذه ونشوف المشكل فين كاين. شوف لاحظوا اخواني هنا شنو وقع، شوف ليزور يعني راه الحديد هنا تكل، لاحظوا معايا نحاول اننا نقرب لكم، لاحظوا بان الحديد راه تكل. غادي نشوفوا شنو هو الاورغان اللي كلاها. تنشوف هذه هنا تتبان لي بان مازال مزيانه، هذه البلاستيك وغالبا هي كتاكلها، هذه هنا راه تتاكلها بعض الخطرات، لكن هنا تنقلبها بصبعي تلقى بان مزيانه. هنا هذا البينيو هذا راه مازال مزيان. الاشاره اخواني في هذا النوع هذا راه دينوا بيتران دينوا، إذن هنا ما كاين حتى شي حاجه. إذن غادي نحاولوا اننا نشوفوا جميع هنا. هنا كاين عندنا واحد بحال لي رولمون، هذه تتبان بان مزيانه، ولكن هذه على ما يظهر هي اللي واكلاها، لاحظوا يعني هذه هي اللي مشات. إذن غادي نحاول انني نحل هذه البلاصه هذه باش نشوفوا المشكل فين كاين بالضبط، يعني هذا الراس هذا بدا يلعب. حاول انني نركب هذه باش نحكم هذه البلاصه هذه نفتحها. لان هاد الفيس هذا عنده واحد ماشي شير كليبس، عنده واحد الكروفير كتسمى الكروفير، باش فاش كنزيروه ما تيعاودش يرجع يتحل راسو. الكروفير ديما تتزيرو فواحد الاتجاه، فاش كتزيرو انت كتشنقو فواحد الجهه هادي ما يعاودش يتحل. هاد الكروفير هادي ما تتخليهش، الكروفير هي هاد الرونديله الصغيره. عندما نحاولوا اننا نحيدو هاد البينيو، فوالا هاد البينو هذا راه حديد مازال هند مازال مزيان. انت اللاكس راه مزيان. اذا اللي كلاها واللي مشى هي هادي، لاحظوا شوف هادي كي دايره، يعني هادو راه بزوج يكونوا بحال بحال. شوف هادي كي بقات، وهادشي كامل اخواني السبب ديالو هو النقص ديال الكريساج. انتم لاحظوا معايا بان القضيه ناشفه، في لاكريس كان واحد الزمان
ولكن مع غير استعمال الاستعمال بدا الحديد، يعني فاش نشف لاغريس بدا الحديد كيتحك ماشي كياكل في شي تاكلاتها هذه. اذا كل ما علينا غادي نحاول انني نحيد هذه ونجيب واحده اخرى جديده نركبوها وغادي نشوف الامور كيفاش غترجع. اما بالنسبه لهذا اللاكس هذا فاللاكس كيبان بان مازال مزيان ما وقع فيه والو، لان هذا اللاكس هذا هو اللي بقى يلعب بها، يعني نورمالمون هاكا خصو يجي تيجي بهذا الشكل تيكونش فيه لو جو. هذه مشات اذا غادي نحاولوا اخواني اننا نفتحوا هذا الفيس هذا باش نجبدوا عندنا هذا لو بلوك هذا اللي ضايع. إذن البارتي اللي ضايعه هي دابا ولات كتبان لينا مزيان هي هذه. اذا غادي نحاولوا اننا نبدلوها بهذه. انتم لاحظوا اخواني بان هذه مازال جينا نقارنوها مع هذه لاحظوا الفرق. شو هذه كي دايره؟ هذه مازال مزيانه اذا شوف كي توسعت من هنا داكشي باش بقى كيلعب داك الوقت. اذا غادي نحاولوا نبدلو بهذا. كتجي في المكان ديالها هي هذيك وردوا لها الفيس. تولها هاد البينيون دا وردو السير كليبس ما ننساوش باش ما يتحليناش هاد البالون. نركبوا هذا الراس هذا باش يمكن لينا نزيروا هذا البالون هذا مزيان في المكان ديالو. إذا لاحظوا لو جو ما بقاش نهائيا اخواني. دابا ما بقى لينا الا اننا غنقيو هذا المكان هذا شويه ونكريسيوه ونعاودو نرجعو هذا لونسومبل هذا لبلاصتو. السلام عليكم. وعليكم السلام مولاي الحسين، كي داير سيدي؟ يعني الكريساج راه مسألة مهمة إخواني، يعني باش كنبقاو محافظين على دوك البينويات حتى حاجة ما تتكل حتى حاجة ما كتضيع، لأن لو كانت كتكريصا هاد لاماشين هادي ما كانش غادي يوقع لها هاد المشكل هذا.
اذا بعد ما وضعناه هاد الراس هذا في المكان ديالو دابا غادي نرجعو البيز ديالنا ياخذ بلاصتو. ونسيريوه مزيان. اذا ما بقى دابا الا ان نجربو لا ماشين. نزيدو نسيريو مزيان دابا فاش خدا المكان ديالو نزيدو نسيريو مزيان هاد الفيس. إذن هانتوما كتشوفوا لا ماشين هي رجعات خدامة على أحسن ما يرام. نتمنى إخواني أخواتي أنكم تكونوا تبعتوا معايا الفيديو خطوة بخطوة. إلا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة. شكرا لكم إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.